ولسه مكملين مع بطولة اليورو. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أكد أن إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا هيكون شرط أساسي لحضور المباريات. كمان اليويفا أوضح أن هو هيتم تطبيق الأمر ده للمرة الأولى من خلال مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي اللي هتقام يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريقين في البطولة. وحسب موقع يويفا فإن دخول استاد وامبلي هيقتصر فقط على الأشخاص من سن 11 لفوق، ما مع وجود طبعا إثبات يفيد بحصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح أو حتى نتيجة سلبية للمسحة الطبية في غضون 48 ساعة من موعد المباراة، مع ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يوم من المباراة. كمان من المقرر حضور 25% من سعة استاد وامبلي بإجمالي 22500 مشجع خلال مباريات منتخب انجلترا في دور المجموعات، والحال يتكرر كمان بالنسبة لمباراتين بدور 16 بتستضيفهم انجلترا. تعالوا نتعرف على الملاعب وعلى المدن اللي هتستضيف مباريات اليورو. طبعا زي ما قلنا استاد الأولمبيكو في روما هو اللي هيستضيف المباراة الافتتاحية، ملعب ويمبلي في لندن هيستضيف مباراة نصف النهائي والنهائي. خلونا نروح لنادي لاتسيو اللي أثار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة أثار الجدل بعدما لمح إلى تعاقده مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. كان سيميوني إنزاجي رحل عن تدريب لاتسيو علشان يتولى تدريب أنتر ميلان خلفا لأنطونيو كونتي. لاتسيو نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة تحتوي فقط على سيجارة زي ما احنا شايفين. ده طبعا الجماهير فسرت التغريده دي بتولي ساري تدريب الفريق، زي ما احنا عارفين ان ساري بيشتهر بالشراهه في التدخين لدرجه انه ممكن مثلا يدخن خلال المباريات وفي ارض الملعب.